بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة فيديو مشتريات لشهر إبريل 2019. اشتريت شوية خامات وحبيت ان انا اشارككم بيها، احجار مع السلك. المفروض ان انا جبت ربع سلك نص ملي. الربع طبعا سعر الكيلو 160 جنيه، الحمد لله لغاية دلوقتي لسه سعره مرتفعش. ب 160 جنيه يعني الربع ب 40 جنيه، ده ربع كيلو. طبعا انتوا عارفين تخانة السلك النص ملي، بصوا يعني لو وريتكم الربع الملي ونص هتلاقوه تقريبا نص دول كده او اقل كمان من النص بالظبط، عشان تخانة السلك الاعلى بتوزن فبتديني كمية السلك او لفات السلك اقل. لكن النص ملي لما بنشتري ربع بيفضل معايا فترة طويلة، وبصراحة كميته بتبقى حلوة جدا. اللي ما بيشتغلش بيه اساسي او مش حابب يخليه عنده كتير ممكن يجيب تمن. وفي حالة ان احنا هنجيب تمن دلوقتي، سعر التمن كان زمان او في العادي بيتحسب زي ما بتحسب الربع ب40 مثلا، على اساس ان الكيلو ب160 كان بيتحسب التمن ب20، تمام كده. دلوقتي ما بقاش، لان سألتهم، انا كنت شاري الحاجات دي امبارح، النهارده تقريبا 24، الكلام ده كان 23 ابريل 2019. فقلت له طيب التمن يبقى بكام، لان في ناس ما بتحتاجش السلك كتير. المفروض قال لي كان قبل كده بنبيع التمن عادي، دلوقتي خلاص ما بقاش فيه حاجة اسمها تمن. اللي عايز اقل من الربع بياخد 100 جرام بسعر التمن، فاهمين قصدي؟ يعني انتوا بتاخدوا ال 100 جرام بتاخدوها تقريبا ب30، لان كان التمن ب30. هقول لكم ليه. قلت له طب ليه بترفعوا السعر بتاع التمن او ال 100 جرام، طبعا هيبقوا قليلين جدا. قال لي لما بنيجي طبعا نقص السلك بيهدر معاهم، يعني القص نفسه بتاع السلك بيهدر معاهم، عشان كده لما بيجوا يبيعوه اقل من الربع، يعني هي المفروض كيلو نص ربع، اقل من كده بيبتدوا يعلوا في السعر بتاعه. فاللي هيجيب، انا شايفه ان انا ادفع 40 جنيه في ربع احسن ما اجيب 100 جرام ب30 جنيه. فاللي يروح بس يبقى واخد باله من الموضوع ده، عشان لما يشتري ما يحسش انه اشترى بسعر عالي ويبقى اخد كمية خامة قليلة. واللي عايز يشتري كيلو على بعضه، المفروض ان هم عندهم محلين، محل جملة ومحل اللي هو احنا بنشتري منه في القطاعي العادي، لان انا ببقى عايزة، مش عايزة كيلو على بعضه، انا عايزة ربع، عايزة نص، عايزة 100 جرام. المفروض احنا بنتكلم، الناس اللي بيتابعوني جديد، انا بتكلم على محل الحاج حسين درويش او الشطاف في حارة اليهود، اللي انا بشتري منه النحاس. ناس موثوق فيها، بشتري الخامة بتاعتي وانا مطمنة، انا معرفش حد غيرهم بصراحة، بشتري منهم النحاس دايما. عندهم محلين، محل بالجملة اللي عايز يشتري كيلو على بعضه ب 150 جنيه، اللي عايز يشتري مقطع او زي ما احنا بنشتري الاجزاء الصغيرة او الاقل من الكيلو، هيشتري من المحل العادي اللي هو التجزئة العادية بالسعر 160 جنيه. فده كان خامات النحاس او مشتريات النحاس. بعد كده اشتريت، انا عندي من المسامير النحاس، بس دايما بحب طالما موجودة في المكان، انتوا عارفين المشوار برضو بيبقى مشوار جامد او صعب، فلما ببقى موجوده في المكان بجيب حاجات حتى لو مش محتاجاها قوي، بس بخاف ان انا احتاجها وما اقدرش انزل لها مخصوص، زي الحاجات الصغيره اللي هي زي الستوبر والمسامير والزرد والحاجات اللي زي كده. بصوا يعني شويه الستوبر دول، ده ستوبر ذهبي اللي لسه برضو بيتابعني جديد. المفروض الستوبر فيه ثلاث مقاسات، صغير ووسط وكبير. انا جبت الوسط، انا عندي الصغير. الصغير ممكن اقفل عليه 2 واير بس عفوا، الصغير بقفل عليه 2 واير بس، لكن الوسط والاكبر طبعا لو انا عايزه اقفل على كذا واير، مش عارفه هتشوفوهم كده ولا لا. ده الحجم الوسط، بصوا ده الحجم الوسط.
ده ممكن ياخد 3 واير او 4، لان احنا في اوقات واحنا بنقفل الواير طبعا بنسحبه بشكل معين ونرجعه تاني في الستوبر عشان نقفل عليه، فده بيتيح لي ان انا يبقى عندي الفرصه ان انا اقفل بشكل كويس. واللي عايز الاكبر طبعا ده موجود وده موجود، كله بسعر واحد، بس كل ما كانت الحجم اكبر كل ما الكميه قلت في الميزان، برضو عشان تبقوا ايه عندكم برضو خلفيه، الناس اللي لسه نازله تشتري خاماتها جديد وما عندهاش خبره في موضوع شراء الخامات. دول يا جماعه مش فاكره كميتهم قد ايه، بس دي اقل كميه ممكن اشتريها ب 15 جنيه دول نحاس، لان طبعا المعدن موجود واكيد اقل من كده. انا بشتري دايما نحاس، اي حاجه كماليات او مستلزمات الاكسسوارات بقدر اكملها من عندهم نحاس، طبعا بشتريها نحاس على طول، مش عايزه معادن خالص عشان لونها بيغير، لكن نحاس بيبقى زي ده تغييره سهل او اقدر المعه بسهوله يعني. بعد كده فاضل كمان مشتريات محل النحاس، السلاسل اللي انا بشتغل بيها معاكم دايما دي سعرها سعر المتر، طبعا السلاسل بتتباع من متر يا جماعه، دي ب 12 جنيه المتر، في اقل منها في الحجم وفي السعر، وفي اكبر منها طبعا في الحجم وفي السعر. انا بحب الوسط، الوسط بقدر اشتغل بيها في معظم شغلي تقريبا، يعني ممكن اعمل منها انسيال وممكن اعمل منها عقد بتتحمل دي مش في انواع تانية طبعا كتير في المحل، انا بحب دي لانها متينه جدا وبقدر اشتغل فيها بيها زي ما انا عايزه، بتكمل لي شغلي بصراحه بشكل كويس جدا وشكلها كمان حلو. دول المفروض انا شاريه المتر من هناك مش عارفه ايه حته السلك اللي هو حاططها دي، انا شاريه المتر عادي من هناك ب 12 جنيه سلاسل نحاس. واللي يروح لسه بيروح لاول مره لما يجي يشتري يركز على انه عايز نحاس، عايز معدن، عايز مطلي، لان هو بيبقى طبعا البياع او اصحاب المحل زي ما الزبون بيقول ده متواجد عنده وده متواجد عنده، فركزوا على اللي انتوا عايزينه عشان لما تجيبوا شغلكم تجيبوا حاجتكم كلها متكامله. دي كانت مشتريات محل الحاج حسين او مشتريات او خامات النحاس. بعد كده جبت شويه احجار، انا ابتديت ادخل محلات ما كنتش بدخلها زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، فيديو المشتريات اللي فات في شهر مارس، ابتديت اعمل ده. بصوا كده الحجم ده المفروض مقاس يا 10 يا 12، برضه انا بعتذر لكم والله انا فعلا بنسى وما خدتش فاتوره من عنده. المقاس ده ب 32 جنيه تمام كده، يعني العقد من دول الواحد ب 32 جنيه تمام كده. نيجي بعد كده ده برضه من عنده من نفس المحل، المفروض ده حجر الجاسبر مطفي بالشكل ده، ده ب 25 الحجر ده، حجر الجاسبر الوانه زي ما انتم شايفينه كده، ده ب 25 جنيه. المحل مش فاكره اسمه، لكن هو اللي انا عايزاه منكم ان انا عايزاكم لما تيجوا تنزلوا الصاغه يعني عشان تجيبوا خاماتكم ما تنزلوش لمحل واحد، دي نصيحة مني. ادخلوا، عارفين لما بندخل اي سوق وبندخل نشوف البياعين كلهم عندهم ايه عشان ابقى ملمة بالخامات اللي موجودة كلها، وبعدين وطبعا باسعارها، وبعدين ابتدي اوازن واشتري من احسن مكان بالنسبة لي في خامة كويسة او في سعر كويس. اعملوا ده، ما تنزلوش على محل واحد بالاسم او بعينه يعني، انزلوا كل المحلات وشوفوا، اكيد هتلاقوا حاجات مختلفة تماما. وعلى فكرة اللي عيني بتشوفه انتوا ممكن عينيكوا تشوف حاجة مختلفة عن اللي انا شفته، طبعا المشوار واليوم والتركيز بيفرق كتير، فدي نصيحة مني ليكوا كلكم. بعد كده ده حجر، دي احجار جبتها انا ما كنتش بحب اشتري في محل هناك اسمه شنودة، بس طور نفسه جدا، لقيت عنده كمية احجار رهيبة، بس اسعاره لقيتها عالية شوية، يعني انا جايبة دول الواحد ب 20 جنيه، مش عارفه دي خامتها ايه، يعني هما كانوا لسه بيرتبوا الشغل فما كانوش عارفين، يعني انا اشتريت في التوقيت ده كانوا لسه ما ظبطوش شغلهم، لكن انا عجبوني وهعمل بيهم حاجات معينه ان شاء الله، هنشتغل بيهم مع بعض ان شاء الله في الورش بتاعتنا. لونهم حلو، حجمهم كويس، اقدر اعمل منهم شغل كويس. تقريبا ده شبه ده، شبه الجاسبر، شايفين اللون بتاعه جراي غامق كده، وده اسود واخد عارفين شبه الترمسة، مش مدور التدويرة دي، يعني واخد بومبيه شوية.
ينفع يتعمل بيه برضه بيه شغل حلو قوي. بصوا دي كانت خاماتي النهارده، ودي النصايح اللي حبيت اقول لكم عليها، هقولها لكم طبعا بتركيز اكتر. انزلوا شوفوا المحلات كلها وشوفوا الاسعار ووزنوا بين الخامات، انهي احسن انهي احسن بالنسبه لكم، ايه اللي انتم محتاجينه في شغلكم، تبقوا نازلين مركزين. وبعدين في الاخر خالص ابتدوا اشتروا. واتمنى لكم يا رب التوفيق كلكم، متشكره قوي ليكم. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتفيدكم وفيديوهات المشتريات تكون بتفيدكم، بحاول افيدكم على قد ما اقدر. ما تنسونيش من دعواتكم، اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك، ولو الفيديو عجبكم يا ريت لايك للفيديو وشير للفيديو وللقناه. ومتشكره قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.